السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي فيزياء للصف الثالث متوسط، راح أشر مرشحات لتقليص، يعني بعد التقليص لخمس فصول، يعني من فصل السادس لحد نهاية الكتاب مداخل، اللي داخل خمس فصول. ناخذ الفصل الأول فقط أشر، وأنا كلها شارحة، الفيزياء كلها شارحة، هذا كله ما نقرأه. نجي على اليمين، يلا هذه عيني، هاي الصفحة، صفحة 11، هذه يعني اقرو، تجي يا أما على شكل فراغ أو فرع، فهذه مهم كتبوا عليها مهم. خلينا نأشر وياكم، هذا عيني، هذا مهم، شكو نشاط قصير يجي، هذا مهم، هذا النشاط. نجي على طريقة شحن المادة الكهربائية بثلاث طرق، الشحن بطريقة الدلك هذا حفظ، وبطريقة التماس، هذه هل تعلم، شكو هل تعلم يعني اقروها عيني، وطريقة الحث سنة من السنوات اجت هي والرسم مالتها، يعني حتى كاتب عليها وزاري، اجت سنة من السنوات اشرح طريقة الشحن بطريقة الحث مع الرسم، هذا مهم. الكشاف الكهربائي مهم، هذا التعريفه وشنو منين يتالف وشنو الغرض مالته، يعني هاي الصفحه مهمه. هذا عيني شحن نشاط شحن الكشاف الكهربائي بطريقه التماس، هذا مهم، وهذا هم مقروء. نجي على هذا المرداد، يعني الامثله مالته هذا حفظ، وهاي عندي تقسيم المواد من حيث قابليتها، يعني التوصيل الكهربائي ثلاثة عندي، الموصلات والعوازل، اكو جاي يعني الفرق واشباه الموصلات، هذه عيني هل تعلم، لا تركون هل تعلم. شنو بعد عندي؟ قانون كولوم عندي، هذا كلش وزارة ومهم، هاي شارحته، هذه يعني الفرع مالته الثاني عيني. وهنا عندي هنا فقط الرسم، مجال الكهربائي هذن الرسم، وانا اشرت هنا الرسم، هاي قانون بالعربي وبالانجليزي اريده، وهنا المجال الكهربائي المنتظم، هذا الرسم مالته، وهذه ايضا شارحتها اني، والاسئله اقروها، الاسئله اقروا الاسئله كلها، التعاليل هاي بالاسئله، بأسئلة الفصل الأول صفحة 28 هذني ثلاثتهن، وقروا أول واحد، هذا وزاري أول واحد يعني، هذا وزاري، هذا الرسم أيضا وزاري، وهم أشرت بالفيديو مالهم الرسومات، وهذني ثلاثتهن أيضا مهمات قانون كولوم. هذا الفصل الأول أشرته، هسه حناخذ الفصل الثاني. الفصل الثاني من يتكون او انواع المغانيط، هذا عيني واستخداماته، هذني مهم حفظ. هنا هم ايضا استعمالاته وتعريف ابرة البوصلة، هذا وزاري. المواد المغناطيسية، خواص المغناطيس ثلاثة عندي، الدايو والبارو والفيرو، هذني مهم، مهمات يعني تجي فراغات يعني من عدهن، يعني مهم ثلاثتين حفظوهن. بعد شنو الأقطاب المغناطيسية، هاي تعرف الأقطاب المغناطيسية، هذا أيضا مهم، وقروا هذا هم النشاط. عدي المجال المغناطيسي تعريفه مهم، وهذه الرسم هذا المجال المغناطيسي، هذا النيل الخطوط مقفلة غير مرئية، هذا بالأحمر هم حفظوا حفظوه، وهذا النيل هاي الورقة كلش وزارية صفحة 40 مهمة، يعني هذا النشاط وهذا النشاط، زين هذه هم اقروا، يعني اقروا وركزوا على اللي أشرهن. هذا تمغنط المواد، طريقة الدلك وطريقة الحث، هذني مهمات، هذا طبعا كلش وزاري هذا، وهذه هم، والتمغنط بالحث التقريب والتيار الكهربائي، وهذا عيني هذا وزاري، حتى انا كاتبة عليه وزاري، هذا مقدار القوة المغناطيس الكهربائي ماذا يعتمد، والحافظة
المغناطيسية، هذا تعريف الحافظة المغناطيسية هم مهم. زين الأسئلة هم مقروها، أسئلة قروها. زين ناخذ الفصل الثالث، التيار الكهربائي. التيار الكهربائي، التيار الكهربائي هاي عيني الموصلات والعوازل، الفرق بين الموصلات والفرق بين العوازل. الموصلات والعوازل، هنا عندي التيار الالكتروني والتيار الاصطلاحي، اكو فرق بيناتهم وانا شارحتهم. زين هذا بيش يقاس التيار الكهربائي بوحدات؟ هذا بالاحمر الامبير، اذا نحفظ الامبير الواحد هذا. شنو عندي؟ هذني اثنيناتهم مهمات، واكثر شيء هذا الوزاري، هذا وزاري وانا شارحتهم شارحتهم. زين هذني هذه هل تعلم، هل تعلم هم اقروهن. الدائرة الكهربائية هذه تعريفها بس، هذا قروه. ونجي على شنو الغرض قياس التيار الكهربائي، شنو الغرض من جهاز الاميتر؟ هذني النقاط، هاي سنة من السنوات اجى هذا، وركزوا عليه هذا وزاري. وبعد شنو؟ وهذا النشاط هم مهم، هذا نشاط قياس التيار الكهربائي باستعمال جهاز الاميتر، صفحة 56 هذا وزاري. جهاز الفوليت ميتر هذا شنو الغرض مالته؟ هاي استعمالاته وشنو الغرض؟ هذا ايضا احفظوه. هنا عندي قياس يستعمل جهاز الفوليت ميتر حيث يربط مباشرة بين قطبي العمود، هذا السطر مهم. وهذا وزاري لأن نشاط قصير، هذا احفظوه. نجي على المقاومة الكهربائية، تعريفها هي وأنواع المقاومات، هذني وزاري. احنا أشرنا بالرسومات هذه المخطط الدائرة الكهربائية، مو هذا، هذا. زين ايش عندي بعد؟ العوامل التي يتوقف عليها مقدار الموصل، درجة الحرارة، درجة الحرارة، وعدي وطول الموصل ومساحة المقطع العرضي ونوع المادة، هن أربعة. درجة الحرارة مثلا تقول تزداد مقاومتها كالنحاس وتقل مقاومتها كالكربون، هيك بس هيك. وهذا هم مقرو. هنا عندي، هنا هم مقرو، هذا مساحة، هاي هاي اقروها، ما في شيء. نوع المادة هم مقرو، هذا هل تعلم هم أقروه وزاري. ربط التوالي والتوازي أيضا مهمات ووزاريات، توالي وهذا التوازي، صفحة 68 هذا عيني، هذا وزاري كلش مهم، مقارنة بين التوالي والتوازي هذني. وهذا وزاري ومهم، هذا المثال صفحة 71، هاي مخليته فيديو بحيدة يعني شرحت لكم يا خاطر تفتهمونه. سنة من السنوات اجتي بس مقاومتين، مو ثلاثة، بس مقاومتين، واجا يعني بس اختيارين، فاقروا حتى لو مو مقاومتين ولو يعني اختيارين، فانتو تعرفون شنو النمط موجود بقوائم التشغيل. على التوالي والتوازي ايضا مهم، هاي التوالي والتوازي، حتى الرسم مالتهن ايضا مهمات. اسئلة الفصل اقروها كلها هذني، خاصة هذا، هذا وزاري سؤال الثالث، هاي ماماتي. هذا الفصل الرابع عندي، هن خمس اسئلة الفصل الرابع. الفصل الرابع البطارية والقوة الدافعة الكهربائية. هذه البطارية بس تعريفها، هذا مهم تعريف البطارية. وهذه كيف يتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، صفحة 82 هذا مهم. وقلت شكو هل تعلم هم تقرونه. نجي على البطارية الأولية، هذه تعريفها، هذا تعريفها. والخلية الكلفانية البسيطة أيضا تعريفها، وهذا هل تعلم. شنو بعد؟ البطارية الثانوية هذه هم تعريفها، هذه تعريفها، وهل تعلم هم حفظ. بطارية السيارة تعريفها، هذا قروه، هاي ما في شيء.
ناخذ شحن البطارية كلش مهم وزاري، شلون تشحن البطارية، هذني 3 نقاط، هذا وزاري حتى كاتبة عليه وزاري. والعناية ببطارية السيارة أيضا مهم، وأكو بنفس النقاط أكو تعليل، فهاي الورقة صفحة 86 أكدوا عليها. نجي على بطارية أيون الليثيوم، هنا عندي بس النقاط أريدهن، ما بيشي هذا. شنو بعد عندي؟ هاي ما بيها شيء. بطارية الوقود هذه قروض تعريف مالتها. نجي على مميزات بطارية وقود الهيدروجين، هذا وزاري. هاني زين، هذا المثال هم قروه سهل هو، والأسئلة أسئلة الفصل قروهن، هذين اثنيناتهن وزاريات، يعني هذا وهذا وهم شارحته. نحن قلنا 5 فصول، بقى الفصل الخامس الأخير الطاقة والقدرة الكهربائية. تعريف القدرة الكهربائية هذا حفظ، يعني الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية هي حفظ، وهذا عيني المهم، هذا المثال هذا هم شارحته. أدوات النشاط هذا حساب القدرة الكهربائية هم مهم. ايش عندي بعد؟ هاي مال استعمالات القدرة الكهربائية، وين يستعمل بمن وبمن، هذا شنو عندي بعد؟ هذا المثال هاي مال مجفف شعر ايضا مهم. أمثلة الفصل الرابع كلش مهمة، هذه مال بريق شاي ايضا مهم، وهذه مال المكنسة، هاي يعني دائما تجي، هاي وزاري وش أقول، مهم جدا مهم جدا، هاي المكنسة الكهربائية دائما تجي. هنا يقول مثلا هذا السلك المؤرض والقابس ذو الفاصم والفاصم، شنو مثلا الغاية منه، هذني هاي الورقة اقروها. نجي على هاي استعمال جهاز آخر للأمان الكهربائي، هذا هم قروه، وعدي هاي عملية التأريض هاي هم قروها، هاي بس التعريف مالتها، هنا اكو علل. هنا عندي هاي هل تعلم، هذا حفظ. وهنا شلون تحمي نفسك من مخاطر الكهرباء، هذن 4 نقاط هم وزاري سهل. وأسئلة الفصل الخامس اقروها، هاعني هذا عندي هذا وهذا، طبعا 3 ذني وزاريات، هاي يعني الأسئلة هم تقروها، والمسائل هاي 4 أنا شارحتهن وموجودات بقوائم التشغيل، وأكدوا على الثالث والرابع، يعني قروهن كلهن وأكدوا على الثالث والرابع، هاي عيني 5 فصول الأولى. كل التوفيق يا ربي.